اشربوا الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم يا السادة المشاهدين والأفاضل أينما كنتم، أهلا بكم وحييكم هنا بهذا المقهى الكبير في العاصمة الجزائرية الرباط بيلا دولتشي فيتا. أقدم لكم برنامج خاص عن الشغب وكفانا شغب. ضيف اليوم السيد غني عن كل تعريف، يعرفه المغاربة ككل، معروف في الأوساط وفي القلوب المغربية، شجع ونادى في حوض البحر الابيض المتوسط في لاتزوريا الايطالي كمشجع للايطاليين، ولكن قلبه مغربي. الاسم الكريم نور الدين الفلاح الملقب بالظلمي. اهلا بك اخي الظلمي هنا بهذا البرنامج خاص عن عن الشغب في الملاعب الوطنيه. اهلا بك السي نور الدين. شكرا. اسمي نور الدين الفلاح الملقب بالظلمي. انا اقدم مشجع ديال اسود الاطلس اللي كان معايا المشجع المرحوم القنصلي ديال مراكش الله يرحمه ويوسع عليه قبره في هذا النهار ويرحم جميع المشجعين ديال العالم كامل. هو انني بديت التشجيع 1970، عندي 6 سنين. اول مقابله اللي شفتها هي النهضه السطاتيه والجيش الملكي بملعب الفتح ديال الرباط. نعم. وكان ديك الساعه بديت التشجيع وانا صغير، كنقز السور وندخل نهرب للمخازنية ونطيح من السور ونتهرس من يدي واحد النهار. نعم. وتفرجت في المقابلة ويدي مهرسة إلى في 76 لعب شجعنا إقصائية ديال كأس إفريقيا وتأهل الفريق الوطني 1976 لكأس إفريقيا. نعم. اللي كان فراس، كان عسيلة، كان الهزاز، هاد اللاعبين الكبار اللي كنشكرهم. نعم. من هاد المنبر. والعشق ديالك، اسمح لي السيد الظلمي، واش العشق كان منذ الصبا؟ يعني هذا دليل بان العشق ديالك الكروي هذا نبت معك، يعني منذ اناعم الاظافر ديالك وانت تشجع المنتخب المغربي والانديه الوطنيه اللي كانت ديك الساعه تتالق في جل المحافل الافريقيه والدوليه. كان ديك الساعه الفريق، كيف تحدثنا على هذا الزمن الجميل السيد الظلمي؟ كانوا الفروق ديك الساعه كان جميل، واخا الفروق كانوا اللعابه كيتخلصوا بثمن قليل. نعم. ثمن قليل واجرهم كبير، ثمنهم قليل واجرهم كبير، لان اللاعبين القدماء لاعبين كبار، لا في البنيه ديالهم الجسميه ولا في القوه ديالهم ولا في الروح الوطنيه. وحتى من الجماهير اللي كنا مشجعين ديال الفريق الوطني في الثمانينات والسبعينات. نعم. كنا كنشجعوا حتى الفرق المغربيه المشاركه في كاس افريقيا. نعم. مثلا فريق الرجاء البيضاوي ذهب الى وهران وبشي مع الجمهور الجيش الملكي وجبنا الكاس من وهران، كاس تشامبيونز ليغ ديال افريقيا. نعم. هذيك المباراه كانت تاريخيه كما قال المعلق الجزائري. انتهت الزوبه على المنتخب الجزائري، عفوا على النادي الجزائري الوهراني، لان الفريق كان صراحه فريق الرجاء كان فريق قوي، لان ما نساوش الهدف التاريخي ديال ساليف اللي سجلونا بالملعب البيضاء اللي كان قبل منه حتى الجيش الملكي كان زوبها في افريقيا. بالفعل فاز على كانو يواندي هناك بالديار الكاميرونيه. كان الجيش كيخلع في الثمانينات. نعم. الجيش كان فريق قوي صراحه. هذيك العصر الذهبي كان الغريسي ودحان والنمريس وفضيلي وحسينة والصامبا ودحان والبودراع والبرازي وحميد واسترا وكاريبي وسلامات. السيد الظلمي الله يخليك، حاليا الجماهير المغرب تعرف ازمه كرويه والكل تينادد على ان الفوضى تعم جل الملاعب الرياضيه. يمكن لك الله يخليك توضح لنا شنو هما الاسباب اللي جعلت الفرق الالترات، لان تشوف اشياء جميله في الملاعب. الالترات بزي بمدار والكل، وحنا الترتيب ديالنا الترتيب العالمي الان الحمد لله احنا اما الثاني ولا الثالث عالميا. الله يخليك بعجاله وبتوضيح، يمكن لك توضح لي الاسباب اللي وصلت ليها التشجيع المغربي. خويا اولا وقبل كل شيء هو ان الجمهور المغربي دابا كيعجبني وتقدم واحد التقديم تقدم كبير، لان هاد الالترات عجبوني انا بصراحه. نعم. الالترات حتى ما تفرجتش في الكره في الملعب كنبغي نشوف ديك الفيستيفال. نعم. داك التيفو داك الاغاني ديالهم حلوين. حاجه واحده اللي ما كتعجبنيش كنطلب منها الالترات كخوتي وكانا مشجع وكنحبكم، الالترات ديال المغرب كامل، لا ديال الجيش الملكي ولا ديال الرجاء البيضاوي ولا ديال الوداد البيضاوي ولا ديال الاكادير ولا ديال مراكش ولا ديال فاس،
هو ان الالتراد حنا كنحبوهم، نعم. ولكن شنو هو اللي ناقص فيهم؟ خص يحيدوا الكلام خايب، حيدوا الكلام خايب، يحيدوا الكلام خايب، والكراسه ما يبقاوش يتهرسوا، الكراسه ما يتهرسوش. علاش الكراسه كيتهرسوا؟ لان الملعب ديالك، لا هرستي كرسي، نعم. هرستي دارك. لان كنطلب من هاد الالترات اللي كنحبوهم وكنطلبوا منهم الاستمراريه في هاد التشجيع الجميل وفي هاد اللوحات اللي كيديروا في الملاعب، نعم. اللي كنحبهم. انا كنمشي للملعب ولا ما كنتش في الملعب، كنتفرج في التلفازه، كيعجبني ديك فيستيفال ديال التيفو وديال الاغاني ديالهم. حاجه واحده اللي كنطلب منهم هو الاغاني ما يكونش فيها كلام مسخ، لان باباك ولا ماماك ولا بابايا ولا مامايا، نعم. كيتفرجوا في التلفازه بالفعل وكيسمعوا كلام خايب، يجب الاحترام في الملاعب، لان المسامع تتوصلنا اصداء، يعني بعض الكلام، لان شوائب الاذن، يعني ما تنعرفوش. لان كنشوفوا استون فيلا، كنشوفوا ارسنال، كنشوفوا البارسا، كنشوفوا الريال مدريد، كنشوفوا الميلانو، كنشوفوا البطوله الارجنتينيه. وحدتنا الله يخليك، ما كيهرسوش الكراسه. نعم، بصفتك انك مشجعتي المنتخب الايطالي، منتخب لاتزيو، كنتي معاه في نهائيات كاس العالم واللي فاز بها بكاس العالم في 2006. صراحه شهدناك في مباريات كبيره ضد المنتخب الاسكتلندي، ضد المنتخبات العالميه العريقه والمدارس الكبرى. يمكن لك تحدثنا الله يخليك على الشعور ديالك من فاز، الشعور ديالك وانت تتفوز بكاس العالم، بكاس العالم على المنتخب الايطالي كونك مغربي. اي اخويا، ويشهدنا بان عندنا بعض الصور الفوتوغرافيه مع لاعب كانافارو، مع اللاعب توتي، فرانسيسكو توتي، يعني امير الايطالي. انا اخويا كنت في المانيا، دوزت المونديال كامل، نعم. ديال المنتخب الايطالي، نعم. في الملاعب، نعم. وكنت كندخل بدون مقابل، نعم. على حساب الجامعه الايطاليه. نعم، هذا هو كانوا عاطيني باتش. نعم، ايوا سيدي، كنشكر الجامعه الايطاليه وكنشكر دولتي الثانيه الايطاليه، نعم. وكنحبها من قلبي، هو ان كنحبها من قلبي، نعم. هذه صوره تعبر على حب كما كنحب المغرب حتى هو في الدرجه الاولى. كنت الجمهور كان محترم، كان الجمهور تيشجع، كيديروا اللوحات، كيديروا كل شيء، ولكن الشغب ما كاينش. هذا اللي كنطالب من الجمهور ديالنا، يحيد الشغب. وشنو هي الفكره اللي يمكن لك تصغي بانكم، لاننا بحكم صدد تكوين جمعيه لمشجعي المنتخب الوطني اسود الاطلس، وصراحه هذا الاسم صراحه فقد البريق ديالو، فقدان البريق، فقدان البريق ديالو ناتج عن الشغب في الملاعب بعجاله وبخلاصه. الله يخليك، حنا اسسنا جمعيه اللي كتسمى جمعيه المغربيه لمشجعي اسود الاطلس، نعم. غادي ناثروا فيها الجماهير، نعم. وغنشجعوا الفرق المغربيه المشاركه في كاس قوس الافريقيه، نعم. لا فرق بين الفريق الوطني، لان الفرق انا كنبغي الجيش الملكي، ولكن كنشجع الفرق المغربيه اللي كتلعب الكؤوس الافريقيه، يعني كنولي وطني. هو اللي كنطالب من هذا الجمهور، من هذا المنبر، راه الاطراد راه كيعجبونا، نعم. راكم في المستوى، نعم. وراه العالم تيشهد بكم بانكم كديروا واحد اللوحات، وخاصه لوحات مراكش ضد الجزائر، ولا هذيك المباراه التاريخيه وملعب صراحه جميل، والتيفو اللي كديروا الجيش الملكي حتى هو زوين، النادي العسكري، النادي العسكري مع الاحترامات ليه، والالترا ديال الرجاء والنادي الوحيد وديال فاس وجميع الالترات، راكم كتعجبوني. حاجه واحده اللي كنطلب منكم هو الشغب، خصنا نحيدوه، وخصكم حتى نتوما تشجعوا بحريه، حتى نتوما حتى واحد ما يمسكم. واللي كنطالب هو ان الكراسه المقاعد ما يتهرسوش، والالترات راه كنطلب منكم الاستمراريه وتشجعوا، ولكن الشغب حيدوه. راكم خوتي، وانا كملي كنشوف الشباب، شي شاب مات كنتالم، لان خويا مشجع كنحس بالالم، وانتم خوتي مشجعين كتفرحوني، وراكم شجعتوا معنا في مراكش، وكنشكر جميع الالترات ديال المغرب، وسنظل نشجعك يا اخي ونشجع المنتخب الوطني المغربي والانديه الوطنيه، المغرب وكنحبوا شباب المغرب وجميع الالترات من طنجة للكويرة. الالترات راكم في المستوى، راكم في واحد المستوى عالي، كديروا لوحات زوينين، اغاني زوينين. حاجه واحده اللي كنطلب من المؤطرين ديال الالترات هو هاد الشباب خصو يتاثر، ما يبقاش يقول كلام خايب، لان والدينا كيتفرجوا في التلفازه، وشخصيات، نعم. كتفرج في التلفازه، ودول عربيه كتفرج في التلفازه في الجزيره،
واللي كنطلب منهم المقاعد ما يتهرسوش. علاش؟ نعطوا مثال الكابون ملي تقساو في ربع النهايه شفتوا شي مقعد تهرس. ارسنال خسرات 4-0 شفتوا شي مقعد تهرس. الا هرستي مقعد بحال هرستي داركم. وكنطالب منكم راه كنحبكم وفيف الاطراد وديما الاطراد، راكم في المستوى والشغب. انا ضد الشغب، ملي كنسمع شي واحد مات من الشباب راه كنتالم. بركه من الشغب، يكفينا من الشغب في الملاعب. وراه عندنا الكره وعندنا بطوله قويه والفرق كلها قويه، ودي وعاش الرياضي الاول محمد السادس حفظه الله ورعاه حامي الرياضه في المملكه المغربيه، وعاش الشعب المغربي من طنجة للقويرة، من شماله شرقه غربه، كلكم مغاربة حلوين. وضحنا ضد الشغب وما كنقولش الشغب وما كنقولش الشغب، وديما الشغب ديما الشغب حيدوه. وكنطلب منكم تستمروا في التشجيع، راكم في المستوى، راه الالتراط في المستوى. حاجة واحدة تعيدوا منكم هو الشغب. أنا ضد الشغب. وعاش المغرب وعاش الفرق المغربية وعاش محمد السادس الرياضي الاول، الرياضي الاول حامي الرياضه واللي كيحب الرياضه. وعاش الشعب المغربي من طنجة للقويره، وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب. شكرا اخي الظلمي بزاف على هذا التعليق، وصراحه على هذا الشعور الايجابي اللي تيحيي الكره الوطنيه وتيحيي المعالم التاريخيه للمنتخب الوطني المغربي. صراحه القاعده كبيره، القاعده كبيره وكبيره جدا. وحي من المنبر السعيد السيد عبد اللي شرف علينا الحمد لله باش يكون من الان منضمين اصوات هذا البرنامج الكبير. وصراحه نندد بكلمه كبيره وكبيره جدا، كفانا من الشغب. وهذه رساله واضحه. وشكرا لكل المستمعين الكرام والافاضل، والسيد الظلمي خاصه اللي شرف معنا في هذه الجلسه هذه، واللي كيبغي الاطرات واللي تيحب الاطرات المغربيه، وصراحه عنده افاق مستقبليه هنا في المغرب وخارج المغرب. الاطرات من قلبه ان شاء الله سيكون التاهل هنا من هذا الملعب ان شاء الله، اما مراكش او طنجه او كازا او فاس ان شاء الله. وان شاء الله سنحتضن ان شاء الله كاس افريقيا 2015 والتاهل الى كاس العالم 2014. الى ان القاكم وحيكم، كان معكم عبد الفتاح التوفي هنا من لادول تشيفيتا، لا ماما المعروفه الان، المطعم المعروف عالميا و في العاصمه الاداريه الرباط. شكرا والى اللقاء الى فرصه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله.